والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، موعظة قصيرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها أبقاء المستمع. أحبتي في الله، والله الذي لا إله إلا هو، نحن في هذه الدنيا ضيوف، وما هي إلا أيام ثم نغادر هذه الدنيا شئنا أم أبينا. نحن الآن أحبتي في الله في شهر شعبان، ولم يبقى إلا أيام وندرك وإياكم شهر رمضان. الله أكبر. شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران. اسأل نفسك يا عبد الله وأنت يا أمة الله، تذكروا من كان يصوم معكم، تذكروا من كان ينتظر رمضان معكم، أين هم الآن أحبتي في الله؟ تركوا هذه الدنيا وهم الآن أصبحوا من سكان القبور. الله أكبر. تأملوا أحبتي في الله في هؤلاء، كم منهم من هو الآن في نعيم، كم منهم الآن ما هو في جحيم، كم منهم من يقول الآن قدموني، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، وكم منهم من يقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. أنا وأنت كيف يكون حالي وحالك في هذه الليلة؟ هذه رسالة أوجهها لك أنت يا من تعصي الله سبحانه وتعالى. كلما أردت أن تعصي الله تذكر أول ليلة في القبر، وإنك سوف تبيت في هذه الحفرة وحيدا، والله ما معك إلا عملك الصالح. هذه رسالة إلى من وضع القنوات والشاشات في بيته. اسمع هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيها الله رعيته ثم يموت حين يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من الغش الآن وضع تلك الدشوش والقنوات في هذه البيوت. كم من البيوت والأسر وضعت تلك القنوات، كقناة MBC الخبيثة وغيرها من القنوات التي أفسدت علينا أحبتي في الله العقيدة والدين والأخلاق والقيم. أذكرك يا عبد الله بهذه الليلة، انظر يا عبد الله إلى هذا اللحد، انظر، والله الذي لا إله إلا هو، سوف تكون وحيدا في هذا القبر، معك عملك الصالح أو عملك السيء. أحبتي في الله، هذه الليلة إما أن تكون في نعيم وإما أن تكون في جحيم. وقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال: فمن أكثر من ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة، وما من يوم إلا والأرض تنادي بخمس كلمات. هذه الأرض تنادي بخمس كلمات: يا ابن آدم تمشي اليوم على ظهري ومصيرك في بطني، يا ابن آدم تضحك اليوم على ظهري، اسمع يا من ضحكت خلف الشاشات والقنوات وسوف تبكي في بطني، يا ابن آدم تفرح اليوم على ظهري وسوف تحزن في بطني، يا ابن آدم تعصي الله على ظهري وسوف تعذب في بطني، يا ابن آدم تأكل الحرام على ظهري وسوف يأكلك الدود في بطني. الله أكبر. نعم، ماذا قدمت يا عبد الله وأنت يا أمة الله؟ هل تأملت ضمة القبر؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن للقبر لضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. هذا حال سعد بن معاذ، هذا حال الصحابي الذي اهتز لموته عرش الرحمن، هذا حاله في القبر. فكيف يكون حالي وحالك يا عبد الله وأنت يا أمة الله؟ علينا أحبتي في الله أن نستقبل شهر رمضان بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فهي والله أيام أيام، ونستقبل هذا الشهر. علينا أحبتي في الله أن نستقبله بتوبة نصوحة إلى الله سبحانه وتعالى. الله يقول جل وعلا: اسمع وتأمل يا عبد الله، الله يخاطبنا جميعا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم، الله يدعونا إلى التوبة أحبتي في الله، فعلينا أن نبادر، علينا أحبتي في الله أن نبادر قبل أن نغادر،
كم من أناس أعرفهم كانوا أحياء صاموا معنا الآن هم في ظلمة القبور. عبد الله بن عمر في يوم الأيام كان يبكي بكاء شديدا، يقال له يا عبد الله ما يبكيك؟ قال أخاف أن يحال بيني وبين ما أشتهي. يقال له يا عبد الله وما تشتهي؟ قال أشتهي أن أقول لا إله إلا الله فيحال بيني وبين لا إله إلا الله. هؤلاء أهل القبور، منهم الآن من يتمنى أن يقول لا إله إلا الله، منهم من يتمنى أن يصوم النهار ويقوم الليل، ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون. سوف يأتي يوم الأيام تشتهي هذه الركعات، تشتهي هذه التسبيحات، تشتهي أن تذكر الله، ولكن صدق ربي وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قبل الندم أخي الكريم أختي الغالية، علينا أن نصلح العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. والله لا يسعدك إلا الله، ما يسعدك إلا ربي سبحانه وتعالى. فعلينا أن نرجع إلى الله، خصوصا في بداية أحبتي في الله شهر رمضان، أن يكون هذا الرمضان هذه السنة هي البداية مع الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرحم أمواتنا أموات المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى